السلام عليكم شيخ الغالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك. سؤال بعد إذنك يا شيخنا، دلوقتي أنا كنت بشتغل في سمسارة العقارات. فالسمسارة دي أنا عرفت بعدها، يعني معلوم إن غالب حال البلد بيركب دش مثلا، وترتكب مثلا عاصف أغاني مسلسلات. أنا حكم وظيفتي إيه في هذا الأمر؟ لا إشكال عليك. ما انت يعني ما انت رقيب على الناس تقول له اشتري، الذي يشتري الشقه سيمارس فيها محرم. انت ما مش مساله رقابه، بس مش اعانه على اسم مش اعانه على محرم. يا حبيبي لست بمسؤول، انت تحرم على على البناء ان يبني، وعلى المليس ان يليس، وعلى الكهرباء ان تحرم على الناس كل شغلها بناء على ظن قد يستعملها الشخص في الصلاه ويعمرها بذكر الله. انت يعني دخلت مدخل غريب.